حكاية شارع الروقان أو شارع محمد علي باشا سابقاً سمي على اسم مؤسس مصر الحديثة، وهو أول شارع مستقيم في القاهرة. اشتهر الشارع بالفن والفنانين، وشهد تسيير أول خط ترام، وكان شارع الصحافة القديم قام بتخطيطه المهندس الفرنسي هوسمان اللي خطط شارع ريفوليو في باريس. قصة إنشاء شارع محمد علي كانت لما أعيد تقسيم أحياء القاهرة من جديد في عهد إسماعيل باشا، فكان من ضمنها إنشاء شارع محمد علي، وتطلب إنشاؤه هدم حوالي 400 دار كبيرة و300 دار صغيرة، ده غير المطاحن والمخابز والحمامات وعدد من المساجد. ولما بدأت الحكومة في الوقت ده بهدم الأبنية لقوا إن في مقابر، فقرروا هدمها برضه، ونقلوا العظام والرفات لقرافة الإمام الشافعي، والباقي عملوا له صهريج كبير واتدفن فيه، وبنوا عليه مسجد عرف باسم مسجد العظام. بيبدأ شارع محمد علي من مسجد النصر الأثري بميدان القلعة، وبيمتهي بميدان العتبة الخضراء بطول 2 كيلو متر تقريبا. وبترجع شهرة شارع محمد علي الفنية لقربه من الأوبرا الخديوية اللي أنشأها الخديوي إسماعيل، بالإضافة لمنطقة الأزبكية اللي كانت بتضم عدد كبير من المسارح الفنية وأهاوي واستراحات وكازينوهات أهل الفن والمغنى، وقربه من شارع عماد الدين الشهير بدور السينما والمسرح والكابريهات والكازينوهات. استمر الشارع أكتر من نص قرن قبل لعشاء الفن والموسيقى، وكان له دور كبير في تقديم نجوم الغنى والسينما، لأن سكانه كانوا من أهل الطرب والمغنى والرأس والعازفين والألاتية. من أول ما حسب الله الأول أنشأ فرقته مع سنية قصارة وزوبة الكلوباتية لغاية عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد، إنما دلوقتي بقى أشهر شارع لبيع إكسسوار الموبايلات.